إلى أي درجة من الأهمية ميغان أن تقدم الإمارات هكذا منافسة، هكذا تحدي معني بالذكاء الاصطناعي ويلقى إقبال كبير؟ نعم، هذه منافسة مهمة جدا لأنها تعزز وتروج كيف بالإمكان استخدام الذكاء الصناعي للجمع ما بين الناس من حول العالم. هذه هي النقطة الأهم والتي أعجبتني كثيرا بهذه المنافسة، الالتقاء بهؤلاء الأشخاص المذهلين ومعرفة والتعرف عليهم وعلى أفكارهم المذهلة وكيف طوروا هذه الأفكار المذهلة وبثوا فيها الحياة وكيف استخدموا هذه الأدوات. وأعتقد أن هذه أداة مثيرة للاهتمام في مجالات التعاون في هذا القطاع. كما أعتقد أن عمل مؤسسة دبي للمستقبل كان ممتازا في تنظيم هذه المنافسة ومذهل للغاية، وأود أيضا أن أشيد بالعمل الرائع الذي قاموا به.